السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثالث الثانوي. إن شاء الله هنبتدي الدرس الأول تفاضل اشتقاق الدوال المثلثية. خدنا السنة اللي فاتت اشتقاق الجاه والجتا والظاء، السنة دي إن شاء الله هنكمل وهناخد اشتقاق القاه والقتا والظطا. نفتكر مع بعض اللي خدناه السنة اللي فاتت. إحنا خدنا الجاه رسمتها كانت كده، الجاه رسمتها بتطلع من نقطة الأصل، مداها بيكون الرقم اللي قدامها، يعني لو الرقم اللي قدامها واحد يبقى مداها من أول واحد لسالب واحد، لو كان قدامها اتنين يبقى مداها من سالب اتنين لاتنين. طبعا الجاه بتطلع من نقطة الأصل لأن جاه صفر بصفر. وكان يا أستاذ اشتقاقها بجتا سين، بس بشرط، في شرط للاشتقاق، إنها تكون متصلة على حا، يعني يكون مجالها حا. الدالة التانية اللي خدناها السنة اللي فاتت خدنا جتا، وقلنا جتا مجالها حا، وقلنا إن جتا بتتمثل بمنحنى، المنحنى ده بيكون بدايته واحد. السبب؟ السبب إن جتا صفر بواحد، يبقى بداية المنحنى بتاعي واحد من على الصادات. لو كان قدامها اتنين، اتنين جتا صفر دي باتنين، يبقى بداية اتنين، وهكذا. كان اشتقاق الجتا بسالب جا، وكان في شرط، لازم تكون متصلة على حا. خدنا كمان الظاء، وعرفنا ان رسمة الظاء كده، فلقينا ان الظاء مفتوحة عند بايع اتنين وتلاتة بايع اتنين وهكذا. فبالتالي يا أستاذ في شرط هنا للاشتقاق، علشان اشتقها لازم السين لا تساوي 90 درجة اللي هي باي اتنين ونص لفة زائد باي نون. علشان اشتق الظاء في شرط، ايه هو الشرط؟ ان السين لا تساوي، يعني ما تحطش السين بباي اتنين زائد باي نون. ليه؟ علشان ظا 90 غير معروف، ازاي انا هشتق حاجة غير معروفة؟ طب السنة دي ازاي اشتق القا والقتا والزطا؟ نروح للسبورة عشان نفهم الكلام ده بالتفصيل. ازاي اشتق المقلوبات؟ اول حاجة صاد بتساوي قاسين، هشتق القا ازاي؟ المشتقتها بتساوي قاسين زاسين. جا الكلام ده منين؟ تعال نفهمه بالتفصيل. قا يعني ايه؟ قا يعني واحد على جتا. ليه؟ لان قا ما فيهاش ت تيجي مع واحده فيها ت. طب كويس، ده ايه بقى؟ ده اسم. طب قانون الاسم ايه؟ لو انا حبيت اشتق كنا بنقول المقام اللي هو جتا س في مشتقه البسط، البسط اللي هو فوق بصفر، ناقص البسط اللي هو واحد في مشتقة المقام جتا سين. اشتقاقها بإيه؟ بسالب جا سين على المقام تربيع جتا تربيع سين. جتا في صفر دول راحهم، يبقى صاد شرطة بتساوي صفر سالب في سالب بموجب جا سين على جتا تربيع سين. يعني ايه جتا تربيع؟ يعني جتا في جتا. جا على جتا دي ايه؟ ده دي ظا. طب واحد على جتا دي بايه؟ ده دي بقاسين. يبقى مشتقة القاسين طلعت قاسين زاسين زي ما ثبتناه. انت على حضرتك الاثبات ده لازم تخلي بالك منه. هو ايه شرط الاشتقاق هنا؟ عشان اشتقها في شروط، في شروط. ايه هو الشرط؟ شرط ان السين لا تساوي بايع اتنين زائد نص لفة. ليه؟ لو دي رسمتها يا باش مهندسين، القا مش معروفة عند التسعين او المتين وسبعين او الربعمية وخمسين وهكذا، يعني عند التسعين وزود نص لفة كل مرة، لأن الرسمة هنا مفتوحة. أنا معرفش الدالة دي إيه. أنا لو معايا السين بتسعين درجة، عوض قا تسعين، القا دي مقلوب جتا. طب جتا تسعين كانت بصفر، يبقى واحد على صفر غير معروف، فبالتالي مش هنفع أشتق عند التسعين زائد نص لفة.
في سؤال الناس بتسأله لنفسها دلوقتي، كل مرة يجي لنا قال لازم نكتب إثبات المشتقة في الامتحان؟ لا، انت حضرتك بتقول له الإجابة على طول، بس هنا في ملحوظة لازم تخلي بالك منها. ايه هي؟ لو معايا سؤال مثلا بيقول ص بتساوي ق 7 س، خلي بالك انت بتشتق الزاوية الاول، عاوزين نجيب المشتقة الاولى هنا، يبقى د ص على د س هتساوي الق اشتقاقها بايه؟ بق ظ، نفس الزاوية خلي بالك، وتقوم ضارب في مشتقة الزاوية، يبقى النتيجة 7 ق 7 س ظ 7 س. وهنتدرب على الكلام ده كويس دلوقتي. عاوزين نشوف مشتقة القطة هتكون ايه. لو معايا ص بتساوي قطة س، عايزين نشتقها، انت تقدر تطلع شرط الاشتقاق؟ انا هجيب لك الرسمة اهي، دي رسمتها. تقدر تقول لي شرط الاشتقاق ايه؟ علشان تشتقها المفروض السين لا تساوي كام؟ علشان اشتقها يا استاذ المفروض السين لا تساوي صفر زائد نص لفة، لان هي عند الصفر غير معروفة. انا عارف ان القطة دي واحد على جا، لو جيت اجيب قيمة جا صفر، جا صفر بصفر بقت واحد على صفر غير معروف، يبقى القطة عند الصفر غير معروف زائد نص لفة، صفر و180 و360 و540 و720 وهكذا. يبقى المفروض يا أستاذ أنا أشتق لك المسألة دي عند السين لا تساوي نص لفة اللي هي باي نون. طب مشتقتها هتكون إيه؟ ص شرطة بتساوي أو دال ص على دال س سالب قتا زطا. عايز الناس تشتغل معايا. ليه طلع كده؟ بكل بساطة يا أستاذ معنى القطة واحد على جا، ده اسم قانون الاسم ايه؟ دال ص دال س المشتقة الأولى المقام في مشتقة البسط ناقص البسط اللي هو فوق في مشتقة المقام على المقام تربيع. جا س في صفر، أي حاجة في صفر راحت، اتبقى سالب جتا س على جا تربيع اللي هي جا في جا. كان ممكن نكتبها زي المرة اللي فاتت جا في جا تحت، بس أنا حبيت أوضح للناس لأن خدت واحد على جتا في المسألة اللي فاتت لوحدها. جتا على جا دي بزطا، واحد على جا دي بقتا. يبقى معنى كده يا أستاذ إن اشتقاق قتا س بتساوي سالب قتا س زطا س. الناس تخلي بالها برضو، أنا بشتق الزاوية الأول. آخر مقلوب في الدوال المثلثية اشتقاق الزطا. إزاي؟ زطا يا باشمهندسين دي رسمتها. ايه شرط الاشتقاق؟ علشان تشتقها لازم السين لا تساوي ايه؟ علشان اشتق الزطا لازم السين لا تساوي باي نون. طب ليه؟ علشان زطا صفر يا استاذ غير معروف، عند الصفر وعند ال 180 وعند ال 360 وهكذا. تمام. طب مشتقتها هتكون ايه؟ قال مشتقة الزطا ده بسالب قتا تربيع س. ليه؟ تعال نشوف يعني ايه زطا. زطا دي معناها جتا على جا، ده ايه؟ ده اسم. طب قانون الاسم المقام في مشتقة البسط الجتا بسالب جا ناقص البسط اللي هو جتا س في مشتقة المقام جتا س على المقام أس 2 اللي هو جا تربيع س. بقت ص شرطة بتساوي جا في جا بجا تربيع، جتا في جتا بجتا تربيع على جا تربيع، يبقى النتيجة سالب جا تربيع س زائد جتا تربيع س
على جا تربيع س، عملت ايه؟ خدت السالب مشترك. انت فاكر القانون ده؟ فاكر قانون جا تربيع زاوية زائد جا تربيع لنفس الزاوية بكام؟ ده دب واحد. تمام، يبقى النتيجة سالب واحد على جا تربيع س. يعني ايه بقى واحد على جا تربيع؟ ده دي معناها قطع تربيع س، وده الإثبات. تمام، في ملحوظة عايزك تخلي بالك منها. افرض ان اداك عين دالة وقابلة للاشتقاق بالنسبة لسين. الناس اللي مش فاهمة انا بقول ايه، نشوف مثال. ايه الفرق ما بين المسألتين دول؟ اوجد دال صاد عدال سين، دي معلومة من السنة اللي فاتت يا باشمهندسين. هنا بيقول معادلة الصاد اشتق فيها السين، او اوجد مشتقة صاد بالنسبة لسين، يعني اللي انت هتشتقه السين. هنا تمام، في سين يا أستاذ، مسألتنا عادية. صاد شرطة بتساوي قا سين اشتقاقها قا ظا. طب التانية دي ظروفها ايه؟ فاكر قاعدة السلسلة بتاع السنة اللي فاتت؟ لما تكون عايز دال صاد عدال سين بتقول له ايه؟ بتقول له ده انا اجيب لك دال صاد عدال عين في دال عين على دال سين. كويس قوي. طب ما تجيب دي، مش دي اللي انت تقدر تجيبها؟ لان انا لو اشتقت ده اهي هقول له معادلة الصاد هشتق فيها العين، يبقى دال صاد عدال سين بتساوي ق عين ظ عين مشتقتها ق عين ظ عين في دال عين عدال سين، ونسيبها كده، بتتساب كده يا باش مهندسين. نشوف مثال كمان. صاد بتساوي قطع عين، اوجد دال صاد على دال سين. ده انت عاوز معادلة الصاد اشتقها بالنسبة للسينات، ده هنا ما في سين ده في عين. قال لك بسيطة، اشتق سؤالك عادي خالص، قل له ان دي هتساوي سالب قتا زطا في دال عين على دال سين. جت منين دال عين على دال سين؟ قلت لك هنا احنا بنشتق معادلة الصاد بنشتق فيها العين، وكان المفروض في معادلة عين اشتق فيها السين، دول لما راحوا مع بعض اتبقى دال صاد على دال سين. يعني بعد ما بتشتق السؤال بتكتب دال عين على دال سين. كده الدرس خلص شرح، نتدرب ونشوف تمارين وأفكار. أوجد دال صاد عدال سين، صاد بتساوي قا تلات أرباع سين. بسيطة جدا يا أستاذ. صاد شرطة المشتقة الأولى اللي هي دال صاد عدال سين، بنشتق قا تلات أرباع سين، القا اشتقاقها قا ظا نفس الزاوية. خلي بالك أنا ما بغيرش في الزاوية، نفسها بالضبط. في مشتقة الزاوية هنا تلات أرباع سين، مشتقة دي ايه؟ تلات أرباع. يبقى النتيجة تلات أرباع ق تلات أرباع سين ظ تلات أرباع سين، وكده يبقى السؤال خلص. المسألة اللي بعدها، ص بتساوي ق تلاتة سين أس أربعة ناقص اتنين سين أس اتنين ناقص واحد. بكل بساطة يا أستاذ، دي دالة مثلثية، القا اشتقاقها بقا الزاوية نفسها، ظا نفس الزاوية، في مشتقة الزاوية لازم تشتق الزاوية، 12 سين أس 3 ناقص 4 سين. نرجع نرتب السؤال، نجيب مشتقة الزاوية قدام بس. وكده يبقى السؤال انتهى. طب انا عايز الناس تفرق لي ما بين طريقتين الحل دول ويقولوا لي ان هي صح ولا هل الاثنين صح ولا هل الاثنين خطا. ص بتساوي ق باي ناقص س، السؤال ده عايزين المشتقه الاولى.
عايز تقول يا أستاذ المسألة دي نحلها اشتقاق عادي ولا نجيب الزاوية المنتسبة بتاع أولى ثانوي الأول؟ طب تعالى نحل بالطريقين كده نشوف إيه اللي هيحصل في الآخر. واحد قال أنا هشتق المشتقة الأولى للقا، ده دي بتساوي قا ظا في مشتقة الزاوية، مشتقة القا بقا ظا في مشتقة الزاوية اللي هي سالب واحد، يبقى الناتج سالب قا ظا لنفس الزاوية. وواحد تاني قال لا ده أنا كنت هجيب الزاوية المنتسبة الأول، كنا هنقول قا باي ناقص سين باي ناقص سين باي ناقص سين هنا كده، ده الربع التاني، ده مكان القا؟ لا، يبقى المسألة دي أصلها سالب قاسين. ليه؟ عشان مش مكانها، وكنا نشتق عادي دال صاد عدال سين بتساوي سالب قاسين ظا سين. طيب ده الحل وده الحل الآخر، في فرق ما بينهم؟ لا مفيش فرق ما بينهم. طب ليه؟ لأنك لو حبيت تصفي ديت هتبص تلاقيها باي ناقص سين مش مكانها، يبقى الناتج سالب في السالب اللي بره بموجب، هنا ظا باي ناقص سين مش مكانها يبقى الناتج سالب، هترجع تغير الإشارة الموجب دي هتبقى ظا سين، بقى الناتج الأخير هنا هو نفس الناتج الأخير هنا. يبقى لو جالي دالة مثلثية معاها زاوية منتسبة يبقى مش هيفرق عملت الزاوية المنتسبة الأول وبعدين حليت أو حليت وعملت الزاوية المنتسبة. خلي بال الناس، في كتب هتلاقيها حلة بالطريقة دي ووصلت للخطوة دي وما جابتش دي، سابتها كده زي كتاب المعاصر مثلا، وفي كتب تانية هتلاقيها صفت الأول واشتغلت. متوش الطريقين الاتنين صح. ص بتساوي ق تكعيب باي ناقص 2 س، عاوزين د ص عدال س. هنا يا أستاذ أنا عارف يعني إيه الأس 3 ده. طب يعني إيه يا باشمهندس؟ ده يعتبر يا أستاذ المسألة كلها أس 3، إنما لو كانت أس 3 على القوس ده كانت الزاوية هي اللي أس 3 بس. طب هنا يا باشمهندسين بعد الخطوة دي هتحل إزاي؟ إحنا اتفقنا خلاص لو في زاوية منتسبة وحسبتها هي هياها لو ما حسبتهاش وحليت سؤالك. يعني في ناس تقول ده قانون قوس، بننزل الأس ونطرح منه واحد قتا باي ناقص 2 س الكل أس 2 في مشتقة ما بداخل القوس، بداخل القوس ده دي قتا اشتقاقها ايه؟ سالب قتا زطا لنفس الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي سالب 2. تاني ده كان قوس أس 3 نزلنا الأس وطرحنا منه واحد في مشتقة ما بداخله، بداخل القوس قتا، يبقى سالب قتا زطا، ما تنساش في مشتقة الزاوية، مشتقة الزاوية كانت سالب 2. تعال نصفي الكلام ده. ده بقى يا أستاذ السالب في سالب بموجب التلاتة في 2 بستة قتا أس 3 باي ناقص 2 س، هنا قتا أس 2 في قتا أهو قتا أس 3 زطا باي ناقص 2 س. عايز تصفي الزوايا المنتسبة بتساوي 6 باي ناقص 2 س الربع الثاني مكانها، أيوة لأن دي مقلوب الجا، يبقى هنا قتا تكعيب 2 س زطا باي ناقص 2 س الربع الثاني مش مكانها، يبقى الناتج سالب زطا 2 س. وكده يبقى أنا خلصت السؤال. تاني مش هنبه، في كتب بتحل الطريقة دي وتسيب لحد هنا كده وخلاص، لو اداهم قيمة لسين بيعوضوا عنها، وفي كتب تانية بتقولك لا ده احنا كنا نشوف دي معناها ايه من الاول. ص بتساوي
قتا تكعيب 2 سين. ليه؟ لأن ربع تاني مكانها، وكانوا يشتقوا دي صاد شرطة اللي هي دال صاد عدال سين. يعني بننزل الأس ونطرح منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس، لأن ده قانون قوس. قتا زطا بالسالب طبعا في مشتقة الزاوية 2، نضرب موجب في سالب بسالب، 2 في 3 ب6، قتا تربيع في قتا بقتا تكعيب، زطا 2 س، نفس النتيجة. يا رب تكون عرفت تفرق ما بينهم. ص بتساوي زطا باي ناقص 1 ع س، أو جد دال ص عدال س. هيبدأ بقى يا باشمهندسين يعمل إيه؟ يدخل لي قواعد الاشتقاق في الزاوية، أو يدخل قواعد الاشتقاق في المسألة. إيه قواعد الاشتقاق دي؟ اللي هو قانون القسمة، ضرب دالتين، الأس، القوس، السلسلة. هيبدأ يشتغل معايا كده. تعال نشوف مسألتنا. مش احنا قلنا مش هتفرق لو جبنا لها الزاوية المنتسبة؟ ده الربع التاني، زطا باي ناقص 1 ع س، ده دي بسالب زطا 1 ع س. تمام، عايزين نحلها. المشتقة الأولى زطا بسالب قتا تربيع 1 ع س في مشتقة الزاوية، الزاوية هنا ده دي قسمة، المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. تاني، السالب ده انا نزلته. المشتقة الأولى للزطا بقتا تربيع نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. طبعا السالب في سالب هنا بموجب، دول كده راحهم بقى سالب 1 على سين أس 2، قتا تربيع 1 ع س، وكده يبقى السؤال خلص. ص بتساوي زطا جذر س تربيع زائد 2 عاوز المشتقة الأولى. لأنه بسيطة، معادلة الصاد انت بتقول لي اشتق فيها السين، والكلام ده متوفر. طيب يبقى دال صاد على دال سين بتساوي زطا، اشتقاقها بايه؟ مش بسالب قتا تربيع الزاوية. تمام، في مشتقة الزاوية. طب مشتقة الزاوية هنا ايه؟ ده جذر تربيعي، يبقى 1 على 2 الجذر فوق هنا في مشتقة ما بداخل الجذر. نصفي الاتنين دي راحت، دول يجوا قدام الزاوية، يبقى الناتج سالب س على جذر س تربيع زائد 2 قتا تربيع س تربيع زائد 2. عاوزين المشتقة الأولى للسؤال ده. ده عبارة يا أستاذ عن ضرب دالتين. طيب قانون ضرب دالتين إيه؟ الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. كويس، يبقى المشتقة الأولى هنا دال صاد على دال س بتساوي الأولى قتا س في مشتقة التانية. مشتقة الزطا إيه؟ قتا تربيع س بس بالسالب. تمام، زائد التانية في مشتقة الأولى قتا س، ده مشتقتها سالب قتا زطا. طبعا كل ده في مشتقة الزاوية اللي هي 1. النتيجة هنا سالب قتا تكعيب ناقص قتا س زطا تربيع س. طبعا انا اقدر اخد سالب قتا مشترك، اتبقى قتا تربيع س زائد زطا تربيع س. عاوزين المشتقة الأولى هنا، ده إيه؟ ده قانون قسمة. بيقول إيه؟ المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع. طيب عايزين نشتغلها. صاد شرطة بتساوي المقام في مشتقة البسط سالب قتا زطا ناقص البسط في مشتقة المقام. مشتقة المقام هنا ايه؟ قتا س، ده دي مشتقتها سالب قتا زطا.
انت قلت سالب وكاتب موجب ليه؟ عشان هي كانت سالب، فالسالب في سالب هيقوم مديني الموجب. على المقام تربيع، واحد ناقص قتسين الكل تربيع. هنضرب الكلام ده هيساوي سالب في موجب بسالب قتا زطا. السالب في سالب بموجب قتا تربيع سين زطا سين، سالب قتا تربيع سين زطا سين، دول راحهم. على واحد ناقص قتا سين الكل تربيع، يبقى الناتج سالب قتا سين زطا سين على واحد ناقص قتا سين الكل تربيع. عايزين نشتق المسألة دي، هنشتقها ازاي؟ هنقول له ده دي معناها يا أستاذ قوس الكل قس نص. واحد قال يا أستاذ ما كنا اشتغلناها بالجذر أفضل، كنا قلنا واحد على اتنين الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. تمام، إجابتك صح. يبقى صاد شرطة بتساوي هننزل الأس ونطرح منه واحد، في مشتقة ما بداخل القوس، اللي جوه القوس اسمه المقام، في مشتقة البسط، ناقص البسط في مشتقة المقام، اشتقاقها ايه؟ قازا. ما تنساش كل ده لو في زاوية لازم تشتقها. على المقام تربيع، الأس السالب ده معناه ان احنا بنقلب اللي تحته، يعني هتكون نص قاسين زائد واحد على قاسين ناقص واحد، كل أس نص يعني كل واحدة منهم أس نص. في هنصفي دول، بقى هنا قا تربيع سين ظا سين زائد قا سين ظا سين ناقص قا تربيع سين ظا سين سالب في سالب بموجب قا سين ظا سين على قا سين زائد واحد الكل أس اتنين. تعالوا نجمع دول كده، راحوا مع بعض، في اتنين من دي قا سين ظا سين، في اتنين منها، كويس. دول في وضعية قسمة، في حالة القسمة بنطرح الأسس. يبقى صاد شرطة بتساوي هنا ده معناه 2 ق س ظ س على جذر ق س ناقص 1 في جذر ق س زائد 1 الكل أس. دي جت منين؟ في حالة القسمة بنطرح الأسس، بقت ق س زائد 1 أس 1 ونص تحت 1 ونص اللي هي 3 على 2. ايه الفرق يا باشمهندسين ما بين السؤالين دول؟ انا عاوز فيهم المشتقة الاولى. الاولى المسألة الاولى بيقول ان دالة س بتساوي ج تربيع 2 س، المسألة الثانية دالة ج 2 س بتساوي ج تربيع 2 س. الاولى حضرتك هتحلها دالة مثلثية عادية خالص، تقول له ده الشرطة، هننزل الأس ونطرح منه واحد، في مشتقة ما بداخل القوس، اللي جوه القوس جا، يبقى جتا 2 س في مشتقة الزاوية، يبقى النتيجة 4 جا 2 س جتا 2 س. أنا هكتب الناتج كده 2 جا 4 س، يا ريت تقول لي دي جت منين. طب المسألة اللي بعدها، المسألة اللي بعدها بيقول أنا عاوز ده الشرطة، طب ما ده الشرطة تبقى 2 جا 2 س، مش فاهم، مش دي كان اسمها دالة س؟ خلاها إيه؟ دالة جا 2 س، لو أنت فرضت إن جا 2 س دي اللي هي س، مش دي بقت مسألة عادية؟ كأنها دالة س بتساوي س تربيع، كنت بتنزل الأس وتطرح منه واحد؟ آه، يبقى أنا ممكن أقول له أفرض إن جا 2 س بتساوي مثلا ألف،
يبقى دالة ألف بتساوي ألف تربيع، يبقى دال شرطة هتساوي 2 ألف، اللي هو حلينا به هنا كده. المسألة الأولى هنحلها إزاي؟ مسألة عادية خالص. دي إيه؟ ده دي ظا، بس الزاوية بتاعتها دالة مثلثية يا أستاذ، ولا أي مشكلة. اشتق مسألتك عادي خالص. الظا بقى تربيع نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. الزاوية اشتقاقها ايه؟ اشتقاقها سالب قتا تربيع سين، ولو كانت السين دي بتشتق كنا اشتقنا الزاوية بتاعتها، يبقى النتيجة سالب قتا سين قتا تربيع زاتا سين. طب السؤال الثاني، ص بتساوي جا قتا تلاتة سين تربيع، ولا أي مشكلة. حل عادي خالص. الجا اشتقاقها بجتا نفس الزاوية في مشتقة الزاوية. مشتقة الزاوية القتا اشتقاقها يا أستاذ بقتا زطا بالسالب طبعا في مشتقة زاويتها اللي هي ستة سين، يبقى الناتج ستة سين بالسالب قتا تلاتة سين تربيع زطا تلاتة سين تربيع جتا قتا تلاتة سين تربيع. ده كله مشتقة المسألة دي. أوجد ميل الممثل المنحنى ص بتساوي اتنين زطا سين زائد جذر اتنين قاسين. كان الميل بنجيبه ازاي يا باشمهندسين؟ الميل يا أستاذ كان بيساوي المشتقة الأولى. نجيب دال ص عدل س. دال ص عدل س بتساوي زطا اشتقاقها بإيه؟ اشتقاقها بسالب قتا تربيع س زائد جذر 2. القا اشتقاقها بإيه؟ بقا ظا. ما تنساش اشتقاق الزاوية، اشتقاق الزاوية هنا بواحد، عوض عن السين بباي 4. يبقى الميل بيساوي سالب 2 قتا تربيع باي 4 زائد جذر 2 قا باي 4 ظا باي 4. نطلع النواتج، سالب 2 في 2 زائد جذر 2 في جذر 2 ب 2 في 1، يبقى النتيجة طلعت سالب 2. يبقى الميل هنا بسالب 2. طب آخر تطبيق، افرض جاب لك قاعدة السلسلة، تتصرف ازاي؟ ولا أي مشكلة، عادية خالص كأنها مسألة عادية. في المسألة دي بيقول أنا عاوز دال صاد عدال سين. ده هنا يا أستاذ معادلة لوحدها، الصاد فيها عين ما فيهاش سين، بس العين كان فيها سين، يبقى دي قاعدة سلسلة. أفكرك، كانت قاعدة السلسلة دي بيقول لك عشان تجيب له دال صاد على دال سين بتجيب دال صاد على دال عين معادلة الصاد تشتقها بالنسبة للعين في معادلة العين تشتق فيها السين وتضربهم في بعض. النتيجة هيديك دال صاد على دال سين باعتبار ان دول راحوا. فلو كنا جبنا دال صاد على دال عين كانت هتساوي نشتق الزطا بسالب قتا تربيع باي على ستة عين في مشتقة الزاوية. الزاوية هنا اشتقاقها باي على ستة، يبقى سالب باي على ستة قتا تربيع باي على ستة عين. طيب عاوزين نشتق العين، دال عين على دال سين هتساوي ادي التلاتة، الجذر اشتقاقه واحد على اتنين الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. تمام، يبقى النتيجة 3 على 2 جذر س. يبقى دال ص على دال س هتساوي دال ص على دال عين اللي هي سالب باي على 6 قتا تربيع باي على 6 عين في 3 على 2 جذر س. طيب عايزين نعوض عشان نطلع المشتقة الأولى. طب أنا ما معايش إلا سين، طب فين عين؟ أبدل عين هنا وأحط قيمتها، ولا أعوض في الأول أجيب قيمة عين؟ اللي أنت عاوزه.
يبقى عين لو كنا عوضنا هنا كانت هتساوي 3 في جذر الواحد، يعني هتساوي 3. لو عوضنا يبقى سالب باي على 6 في العين ب3، 3 على 6 فيها الاثنين يعني 90 اللي هي بواحد، في 3 على الاثنين. بعد الاختصار طلع الناتج سالب باي 4. لو كنا يا باشمهندسين بدلنا العين من الاول وحطينا قيمتها وما اشتغلناش بقاعدة السلسلة ولا اي مشاكل، هيطلع نفس الإجابة. نشوف، هبدل العين وحط قيمتها، ص بتساوي ظ باي على 6 في 3 جذر س. بعد الاختصار ظ باي على الاثنين جذر س. تعال نشتق. يبقى المشتقة الأولى ظ اشتقاقها بقتا تربيع باي على 2 جذر س بالسالب. في مشتقة الزاوية، الزاوية طيب يبقى باي على 2 في 1 على 2 الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر. يبقى النتيجة سالب باي على 4 جذر س قتا تربيع باي على 2 جذر س. هنبدل السين ونحط 1 يا باشمهندسين، يبقى النتيجة طلعت كام؟ هنا سالب باي 4 في دي بواحد، يبقى النتيجة سالب باي 4. ص بتساوي جذر 5 ناقص 2 عين، وعين بتساوي ق 2 س. بيقول اثبت إن جذر 3 من د ص على د س زائد 12 ده هتساوي صفر لما نعوض عن السين بباي على 6. طبعا احنا متفقين إن دي قاعدة سلسلة. طب كويس، هل يا أستاذ أحلها بقاعدة السلسلة أفضل ولا عوض أفضل؟ إجابتي ليك اللي أنت شايفه بالنسبة لك أفضل، الاتنين صح. يعني واحد قال ما بدل ما أقعد أحل دي وأحل دي وأرجع أضربهم وأصفي، طب ما أنا أشيل دي وأحط قيمتها، يبقى الصاد بجذر 5 ناقص 2 ق 2 س، وتكون د ص على د س بتساوي 1 على 2 الجذر نفسه في مشتقة ما بداخل الجذر. مشتقة اللي جوه الجذر ايه؟ رحنا لقيناها ق، يبقى النتيجة ق ظ في مشتقة الزاوية 2. الاتنين في اتنين دي كده باربعة. اللي عليا ان هبدل السين واحط باي على 6 اللي هي كام؟ اللي هي 30 درجة. هنبدل السين ونحط باي على 6 بقوا 60. جتا 60 بنص مقلوبها 2 في ظا 60 بجذر 3 على 2 جذر 5 ناقص 2 في قا 60 بنص مقلوبها 2 اللي هي 4. طلعت النتيجة سالب 8 جذر 3 على 2 بسالب 4 جذر 3. هناخد الكلام ده ونعوض يا أستاذ، الطرف الأيمن هيساوي جذر 3 مضروب في سالب 4 جذر 3 زائد 12 طلعوا بيساوي 0، إذن الطرف الأيمن بيساوي الأيسر. طبعا أنت محتاج تطبق، هسيب لك تمارين تحل فيها. التمارين دي أنا سايبها واجب. أحل السؤال الأول، السؤال ده موجود في كتاب المدرسة ومعظم الناس مش فاهمة هو بيتكلم عن إيه، فأنا أحله. بيقول أنت معاك تلات دوال لدال وره وقاف، دول قابلين للاشتقاق، واداني جدول فيه معطيات. اللي في الجدول ده حاجات هو مدهاني، يعني قال دالة س لما تعوض بواحد هتطلع بسالب واحد، وما تعوض باتنين هتطلع باربعة، ودالة شرطة س لما تعوض بواحد هتطلع بواحد، ولما تعوض باتنين هتطلع بخمسة، وهكذا في باقي الجدول. فاحنا رحنا الاول سؤال، هو عاوز المشتقة الاولى وعوض عنها بواحد. يبقى المشتقة الاولى لما نعوض بواحد بتساوي تلاتة دال شرطة س، ما هي دي مسألة دالة ودالة، دالة دي كأنها مثلا ايه س، والدالة التانية دي كأنها مثلا ق
قاسين مثلا، هو هيشتق دي وهيشتق دي، فانا بقول له 3 في مشتقة الدالة دال ناقص 2 في مشتقة الدالة ر، لانهم مجموعين ومطروحين عادي، فبقت 3 في الدالة شرطة 1 ناقص 2 في الر شرطة 1. ليه؟ لانه عايز قاف شرطة 1، يعني بدل السين وحط 1، يبقى انا بدل السين وحط 1، يبقى 3 في دال شرطة 1 بكام؟ لما عوضنا في دال شرطة بواحد طلع بواحد، ناقص 2 في ر شرطة 1 بكام؟ دي ر شرطة 1 ب2، يبقى النتيجة 3 ناقص 4 بتساوي سالب 1. النقطة التانية، قاف س بتساوي د س في، ده ضرب دالتين، يبقى المشتقة الأولى بتساوي الأولى في مشتقة التانية دالة س في مشتقة الدالة التانية دي اللي هو دخلنا جوه الخمسة ما بتشتقش في ر شرطة س، زائد التانية اللي هي 5 زائد ر س في مشتقة الأولى اللي هي دال شرطة س. هنعوض، هو عاوز قاف كام؟ قاف شرطة 2، قاف شرطة 2 يعني اما نعوض عن السين ب2، تمام. دالة 2 بكام؟ دالة س اهي ب2 طالعة ب4، في ر شرطة 2، ر شرطة 2 المشتقة الأولى لر لما نعوض ب2 طالعة بسالب 3، 5 زائد ر 2 هنبدل السين ونحط 2، ر 2 طالعه بواحد، ر اهي قصاد ال 2 طالعه بواحد، في د شرطه 2، د شرطه 2 طالعه ب5، يبقى هنا دي سالب 12 زائد 5 في 6 ب30، يبقى النتيجة كلها طلعت بتساوي 18. هسيب لك دي مسألة قسمة عادية، دي تحطهم على بعض وتقول المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع، والناتج بتاعها هيكون 3/8، دي نتيجها 3/8. قاس بتساوي د في ر س لما قف شرطة 1، دي تتحل ازاي؟ ده دي يا باشمهندسين دال بعد ر، دي الدال بعد ر، يعني هتتحل ازاي يا استاذ؟ دي قاف شرطة هتساوي دال شرطة ر س في ر شرطة س، يبقى دي هتساوي، قال لك عوض، عوض عن السين بواحد، لما نعوض عن السين بواحد فين ر س؟ ر س اهي بواحد باتنين، يبقى الخانة دي كده مكانها 2، لأن ر واحد دي باتنين، يبقى ده شرطة 2 بكام؟ ده شرطة 2 ب5، يبقى دي 5، في ر شرطة 1، ر شرطة 1 ب2، يبقى النتيجة طلعت بتساوي 10. ق س بتساوي ر 3 س ناقص د س، نفس اللي فوق دي بالضبط يا باشمهندسين. كل اللي عليا ان انا بقوم جاي قايل له المشتقة الأولى ل س بتساوي ر شرطة، واكتب اللي جواها زي ما هو، بره هنا في مشتقة اللي جوه، اللي جوه 3 ناقص د شرطة س، بيقول لك ايه؟ عوض عن السين ب2. قلت له تمام، لما نعوض عن السين ب2 طلع ر شرطة جنبها كام؟ كده 6 ناقص دالة 2، دالة 2 ب4 بقى هنا 6 ناقص 4، 3 في س، 3 في 2 لان هشيل السين واحط 2، ركز العلاقة اهي، هنشيل السين دي ونحط 2، في 3
ناقص ده الشرطة لما تشيل السين وتحط اتنين، ده الشرطة اتنين دي بخمسة، يبقى النتيجة بيقول لك ر شرطة اتنين في سالب اتنين. قلت له ر شرطة اتنين ده طلع بسالب تلاتة، في سالب اتنين يبقى النتيجة كلها بتساوي ستة، إجابة السؤال ده هتكون ستة. المسألة الأخيرة هسيبها لك تفكر فيها، النتيجة هيكون سالب عشرة على سبعة وعشرين. النتيج بتاعها المسألة الأخيرة دي سالب عشرة على سبعة وعشرين. هسيبكم مع باقي التمارين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.